رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو في حب في وجد واشتياق لا يحد يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو أنت لي ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله أخوشه مسلم. هذه وصفتي سوف أتناولها. بسم الله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس. سمعت الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير و المر على قاعد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. ما هذا يا أسيل؟ ماذا كنت تصلين؟ لم يحنق صلاة الظهر بعد. كنت أصلي صلاة الظهر. يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو في حب في وجد واشتياق لا يحد يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو. أنت للعالم رحمة جئت تم. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم البذل والجود والعطاء والكرم. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب التواضع وخفض الجناح. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن تعليم الناس الخير. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحسن إلى جيراني. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم والتؤدة والأناة. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحسن إلى الخدم. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التوكل على الله سبحانه وتعالى. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحسن إلى جيراني. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاء وحسن العهد. خير رسول بك صرنا خير أمة نحن